كذي عشان راحتك تركتها، صار موقف صراحة خلاني انهار. لا تبكي ترى انا ما اتحمل احد. انا حذرتك ما قلت لك. لا كذي بكيتين خفي. زين معي طول بالك. انا بس مستغرب لان انا ما اعرف دكاترة من قبل، انت الدكتور الوحيد اللي عرفته. شنو الموقف هذا اللي اثر فيك لهالدرجة يعني؟ طال عمرك وانا غصت عمليات. نعم. اكرم سامع حمار ما قدرت اسوي له اي شيء. ايش فيه؟ غرفة العمليات. ايش فيه الحمار؟ كذي ما انسى نظرته الاخيرة. نظرته كذي وهو يطالع والاكسجين يعني. لا لا لا. ايش فيه؟ ايش يسوي؟ يبي الحياة. يموت. شوف الحياة حلوة يا اخي، يبي الحياة. يحاول يطق الاكسجين. يطق الحمار. يبكي من اللي يبكي؟ النيال حمار. حمار قاعد يبكي؟ شنو هذا؟ شنو هذا؟ يقول انا بشاربك. الحمار يقول انا بشاربك؟ الحمار يقول من ولا شارب الحمار؟ قطع قاله؟ قطع قاله عليك من بدني. الحمار؟ وانت ايش قاعد تسوي؟ انا احاول يعني حتى الكهرباء يصير كهرباء زين صاعق. المهم مو راضي يقوم من الصاعق. مات حمار؟ ما بس هذا ما يخليك تتنازل وتودي الدكتورة. الموقف هذا يعني، لكن الموقف الثاني برا غرفة العمليات. ها في جزء ثاني؟ لما طلعت عرفت ان الحمار عزيز. شو عزيز؟ شفت ربعه وعزوته. الحمار ربعه وعزوته؟ اي لو انه مو غالي وطيب. منو؟ الفيل، الزرافة، برا التيل، الخروف، الارنب، الكلب، كل الدنيا. قاع ديوانية الحمار. ايوه ديوانيته. واقفين بالممر. شبون واللي صار الخروف. بلغوه. اول واحد درى الخروف. خروف يا حبيبي تاثر انه قال يبلغ الفيل. انه يعني من الصغير حكم علاقته. الخروف يعرف الفيل. ما يشيل الصوف ويحذف عليه. انت قدام الخروف. انت هني. الخروف وين؟ الخروف هني. لحظه الخروف هني. يعني ابي اي شخص اضرب فيه. لا تضرب. ما في غيري. لا تضرب. انت واقف الغرفة قدامك. ايه؟ ويحذف عليك بالصوت. يحذف. وانت قاعد تسوي؟ ايش قاعد تسوي؟ داخل سويت فروه. والفيل. والفيل موجود؟ الفيل. ايش سوى الفيل؟ ايش سوى؟ ايش بالخرطوم الفيل؟ بابا بابا. ايش قاعد تسوي؟ شو هذا؟ رقصه. زين ويطق. قاعد تطق من الخرطوم. ليش قاعد الخرطوم؟ النعقال. النعقال قاعد يعامل الخرطوم. ايه؟ يطق ومع منو؟ ذبحت الغالي. كلهم عصبيين. ذبحت الحبيب. الحيوانات عصبيين. ذبحت. الحيوانات كلهم عصبيين. كل الحيوانات يحذفون عليك. كل واحد يحذف بشغله. يا حبيبي طال عمرك. ولا في واحد هذا ما انسى قاعد يطقك. شال الطاوله عشان يحذف لي. منو فيه؟ انت. ذبحت الغالي. ذبحت عم. قطعت حزام ظهري. ذبحت عمي.